للأسف دايما بنجيب مدربين فرز تاني كيروش فرز تاني. فرز تاني يعني هيجيب لك ايه؟ انت هتعمل لي زي رضا عبد العال. اسمعني، فرز تاني ايه؟ فرز تاني ايه يا كابتن عفت؟ الراجل كان بيدرب مانشستر وكان بيدرب ريال مدريد. كان بص يا اسلام، اسمعني يا اسلام، في عمر، في عمر اقدر اخد يعني جارديولا كام سنه؟ فاهمني؟ انا عايز ارتيتا كام سنه؟ عايز النوعيه تشافي كام سنه؟ عايز النوعيه بتاعه المدرب الصغير. بياخدوا كام يا كابتن عفت؟ ياخد بياخدوا في انديه هناك بياخدوا كام؟ لا زي زي المدرب المنتخب ما بياخد هنا بالظبط. لما تروح تجيب زين الدين زيدان مثلا، ما انا مش انا اسمع، مش انت عايز نوعيه المدربين؟ انا عايز احنا انت مصر، ما انت بتدفع كده دلوقتي. لا انت بتدفع 70,000 دولار للراجل. 70,000 كنت بتدفع قبل كده 150,000 دولار للجزء. كنت بتدفع لأليجري أليجري 150,000 دولار. أجري 150,000 دولار، فاهمني؟ فدي ده متاح، ده متاح، ومش لازم نجيب اللي هم الفيرست كلاس، ممكن نجيب الفيرست. طب ما ده الفيرست. لا ده فيرست خلاص، ده عفى عليه الزمن، عدى خلاص. زي ما انت بتيجي مثلا ايه يعني، مثلا انت بتجيب مثلا مايكل سميث اخد بطوله معاك كام سنه؟ هي المشكله ان انا عايز اجيب حد يعيش معايا، مدرب. يعني انت مع المدرب الاجنبي برضو؟ انا مع المدرب الاجنبي اللي عنده الامكانيات وعنده السي في. مش مع انما احنا حسن. انا مش عايزها بالحب والعاطفه. مش مع حسام حسن؟ بص حسام حسن بالحب والعاطفه، حسام حسن يعني ايه بالحب والعاطفه؟ يعني يا اسلام العلم، ليه هو حسام حسن ده ما دربش؟ اسمعني، العلم خلاص بيختلف اختلاف كله. رد عليا يا كابتن، ما انا بكلمك اهو، انا بقول لك اهو. مش العلم، انا بكلمك حسام حسن ما دربش. اسمعني انا عايز بس اقول لك على حاجه، كابتن حسام حسن لعيب كبير قوي، هداف مصر، اسطوره طبعا، اسطوره طبعا، عميد لعيب العالم، مفيش مشكله. طبعا انا عمل طفره في الاردن، وانا بقول لك لو في دلوقتي ترشيحات للمدربين المصريين يبقى حسام، لو لعيب للمدربين المصريين يبقى حسام، بس بالحب والعاطفه، مش بلان قدامي، مش خريطه قدامي. اديت له الفرصه كابتن عفت علشان تحكم عليه بالبلان او بال. بص يا اسلام، فتره يا اسلام من الفترات كان بيقود الزمالك في 2013 وكان بينافس على بطوله الدوري. يا اسلام ما هو الزمالك طول عمره بنفس بطوله الدوري. لا بس هو انما الاتحاد ما بينافسش المصري، ما بينافسش على الدوري. حضرتك هتنسى كان وقتها تفرق. حسام لما تولى كان الزمالك في المركز ال 13 يا عمي، كان عنده ست مطوشه مؤجلين. ماشي، انت بتتكلم ازاي؟ ممكن ما يكسبهمش كابتن. طب ما الاهلي كان في المركز الاخير السنه اللي فاتت وكان عنده 11 ماتش مؤجل ولا 12 ماتش. لا بس ثواني كابتن عفت، كان ممكن ما يكسبهمش. بص ده الزمالك، انت بتتكلم على الزمالك والاهلي. هل تنكر ان حسام حسن لما فترته في الزمالك كمدير فني مدرب عمل طفره كويس. كبيره. اسمعني، مدرب حسام حسن مدرب كويس، انما فنيا او اعمل له بلان لا هقف. ليه؟ انا بقول لك لو عاطفيا، انا واحد بالناس بقول لك حسام حسن مدرب منتخب مصر عاطفيا. ليه؟ الاسماء المطروحه مفيش، ما عندناش المدربين الفيرست كلاس او حتى اللي قربوا من بره، المدرب اللي تتفرج عليه وتحس ان انت في مدير فني قادر يقنعك في الملعب بالفرقه اللي معاه. مواصفات مدرب المنتخب ايه؟ مواصفات مدرب المنتخب اول حاجه يكون هيد كوتش. هيد كوتش يعني ايه؟ يعني مدرب عنده سي في من انديه، حاصل على بطولات مع انديه، عنده بلان واضح، يعني مدرب بيعرف يتعامل مع. حسن شحاته كان حاصل على بطولات وقت ما يعني في المقاولين. ايوه كان واخد بطولة، كان المقاولين. لا ومع الزمالك وقبل كده. لا هو ما خدش مع الزمالك اخد بطولة. جاي منتخب مصر مؤقت. اسمعني بقى، ما تحسبهاش كده بقى، انا دلوقتي بتعاقد رسمي. انا بقول لك انما بس في النهاية ده حسن شحاته. ايوان حسن شحاته زي حسام حسن، يعني كاريزماتيك. ايوه كلاعب، شخصيه كلاعب، انما كمدرب لا تفرق. يعني حسام انت مش مقتنع بيه كمدرب؟ لا انا مقتنع مدرب، انما مش هيد كوتش. حسام مش هيد كوتش؟ لا مش هيد كوتش. امال مين اللي هيد كوتش؟ مفيش عندناش في مصر دلوقتي هيد كوتش. ولا ايهاب جلال؟ ولا ايهاب جلال، ولا يعني مصر لا تمتلك لا بالاسماء الكبيره دي. قول لي اخر دوره اي حد فيهم خدها في العالم
في العالم المتحضر ده اللي هو كل يوم في دراسات جديده امتى؟ هو زين الدين زيدان لما تولى تدريب ريال مدريد بعد ما بطل بفتره قليله. لا 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 ماشي. كان بياخد دوره كبيره جدا. طب حسام حسن كان واخد ايه الدورات اللي بياخدها حسام حسن؟ هو هي اللي هنا عندنا في مصر كابتن عفت التدريب. انا بكلمك التدريب عباره عن بالدورات ولا بالخبرات وبالاسم. الخبرات دي جزء. ما تعملش زي مدرب جه بيقول لي بقول له احنا عايزين نعمل برامج للمدربين برنامج يومي اسبوعي وشهري. قال لي لا يا حبيبي الكلام ده مش موجود. احنا عندنا اهو مدرب خلاص مدرب كبير ومسك منتخب مصر قبل كده فاروق جعفر. المهم قال لك ايه؟ قول لي لا يا اسمعني يا اسلام مش مهم بدون اسامي. المهم انا بوريك العينات. قال لي لا يا حبيبي التدريب بالخبرات. تخش الاوضه كده تبص في عين اللعيبه بيضحكوا تعمل جري وتعمل تمارين قوه وبتاع. زعلانين ما تعملش الكلام ده عشان اللعيبه ما تعورش. قلت له عشان كده انت فاشل وعمرك ما نجحت في حته. فالامور يا اسلام عندنا جعفر اسم كبير. اسم يا حول ولا قوه. خلاص مسكوا منتخب مصر. الراجل مدرب محترم. احسب السي في بتاعه وبتاع حسام حسن كبير جدا. يفرقوا ايه عن بعض كتير؟ يفرقوا ايه؟ لا الاثنين مدربين. فاروق جعفر كان واخد 2 دوري مع الزمالك قبل كده. ماشي مع ديف يعني فاروق جعفر كفته الطب. مسك تدريب منتخب مصر. كفته الطب. ايوه بس هو بعيد عن التدريب يا كابتن عفت. بقاله فتره. اسمعني. لكن احنا دلوقتي يا اسلام حسام بعيد عن التدريب مش ان انت تكون في الملعب بس. كل الانديه الشعبيه وكل الانديه الجماهيريه. يا اسلام بعيد عن التدريب ان انت مش في الملعب بس. ان انا اكون مطلع. ان انا يبقى عندي. مين قال لك ان حسام حسن مش مطلع؟ انت معايا يا كابتن عفت. انا بقول لك حسام حسن مدرب منتخب مصر بالحب والعاطفه مفيش مشاكل خلاص. انما لو سالت 50 حد هيقول لك حسام حسن يقف على الخط ويا لعيبه ويلا يا رجاله وبتاع. الموضوع مش كده. الموضوع مش كده. بالراحه بس يا كابتن عفت. هو حسام حسن لما راح مسك نادي الزمالك ايوه عمل شكل نادي الزمالك ولا لا؟ قول لي شكل او لا. إيه؟ بالراحه بس شكل فنيا إيه؟ انت فنيا بص يا اسلام فنيا اسلام فنيا إيه؟ اسلام بص اللي بيعمل فنيا يقدر يعمل مع كل الفرق فنيا اللي بيمسكها. اقدر اخد بطوله. مسك الزمالك كم مره؟ كم سنه؟ اتوفر له كل الامكانيات عشان توفر له كل حاجه. لا ما توفرلوش كل حاجه. السنه اللي انت بتتكلم فيها دي توفر له كل حاجه. لا ما توفرلوش كل حاجه. مين قال لك؟ كان بيواجه مشاكل وهو انا بقول لك ما يعني اسلام اللي اتقال في الكواليس. ما انا بقول لحضرتك ان اتعرض بعد ما عمل المصري توفر له كل حاجه ولا ما توفرلوش كل حاجه؟ مؤامره تسببت في اقالته. المصري توفر له كل حاجه ولا ما توفرلوش كل حاجه؟ الاتحاد بيتوفر له كل حاجه ولا ما توفرلوش كل حاجه؟ هو المصري والاتحاد بينافسوا على بطولات؟ امال انا اسمي ايه؟ مش انت هتقول انا اسمي حسام حسن؟